3-0، مباراه كانت كويسه لطيفه، النادي الاهلي فاز بيها بسهوله. كده النادي الاهلي رجال فاضل له 4 ماتشات، 3 مباريات نكسبهم نحسم الدوري. 3 مباريات كابتن ميدو مصلحي يعني والرجاله يكسبوهم خلاص حسمنا، المباراه الرابعه تبقى مباراه تحصيل حاصل وهنستلم فيها درع الدوري. خلينا اقول لكم انه مباراه هليوبلس اللي فاتت خلصت 25-12 25-20 25-16، وكابتن ميدو مصلحي غير اللعيبه كلها، كله لعب وكله شارك. وتاني بناكد عبد الرحمن سعودي غايب عشان الام في الحوض، كل يعني التمنيات انه ان شاء الله يعني يخف ويلحق الفرقه بسرعه، المهم نطمن عليه. هو انا عايز اقول لكم ان اصابات الطايره، الناس تقول لك الطايره هو ما فيش احتكاك، انا عايز اقول لكم ان اصابات الطايره بتبقى من اخطر الاصابات. يعني انا عايز اقول شفنا منعم لما اتصاب في بطوله افريقيا وقع على رجل المنافس جوه الملعب، اصابات بتبقى عنيفه جدا وللاسف اصابات بتطول، بس ان شاء الله عبد الرحمن اصابته الام بسيطه يرجع تاني ان شاء الله للملعب ويكون اضافه قويه لفريق النادي الاهلي والمنتخب مصر. نروح لكره